يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور. نعم. قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور ولم يبقى منها إلا العظام، فأخرج منها البعض ولم يزل البعض باقيا، وهذه الأرض ليست مقبرة فهو محتاج لبنائها، فما الحكم في ذلك؟ إخراجها العظام هذا خطأ كبير ولا يجوز، هؤلاء أموات لهم حرمة، كان الواجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية، المحكمة ترسل لجنة وتشوف، ربما تكون الأرض كلها فيها قبور لكن بعضها بين وبعضها خفي، لازم يراجع المحكمة ولا يتصرف بشيء من عنده. نعم.